مشاهدين أهلا بكم. الفرقاطة الجزائرية الألمانية ميكو A200 التابعة للبحرية الجزائرية. إن الفرقاطة البحرية العسكرية ميكو 200 التابعة للبحرية الجزائرية قد صنعت وصممت من قبل حوض بناء السفن بلوم زائد فورس بألمانيا كحصة من عائلة ميكو من السفن الحربية. إن الفرقاطة ميكو A200 المتعددة المهام هي جزء من سلسلة السفن الألمانية ميكو مع كورفيت ميكو A100، وتتضمن هذه السفينة الطورية أحدث التقنيات البحرية من الصناعات الألمانية والأوروبية، بالإضافة إلى ذلك تم تصميم ميكو A200 مع المواد وتكوين خاص، حيث أنها تصنف ضمن نطاق ما يسمى بالسفن الشبح مع انخفاض حاد في توقيع الرادارات الصوتي والأشعة تحت الحمراء. لقد تعاقدت الجزائر في سنة 2012 على فرقاطتين من نوع ميكو A200 وستة مروحيات بحرية من نوع سوبر ليزني، بالإضافة إلى خيار مستقبلي للحصول على فرقاطتين إضافيتين. وقد بلغت قيمة الصفقة حوالي 2.7 مليار دولار للفرقاطتين وللست مروحيات، شاملة التدريب والدعم اللوجستي وقطع الغيار والتسليح. يحتوي تسليح الفرقاطة على مدفع أوتوميلارا عيار 127 مليمتر ذخيرة فولكانو، ومدفعين من نوع دانيال عيار 35 مليمتر جنبا إلى جنب مع نظام اختيار إطلاق النار التلقائي. كما تحمل هذه الفرقاطة أيضا مجموعة تتكون من 16 صاروخا سطح طراز RBS-15 بلوك 3 بمدى يبلغ حوالي 250 كيلومتر، وهو من أفضل الصواريخ في فئته، مقاومة للتشويش والإعاقة، وذات مناورة متميزة، ورأس حربي مصمم بعناية. كما أن الفرقاطة مزودة بنظام الدفاع الجوي، حيث يتكون من 32 خلية إطلاق رأسية من إنتاج دانييل، تستعمل نظاما قصير المدى أوم كونتو، وهو صاروخ جنوب إفريقي يتم توجيهه بالأشعة تحت الحمراء وبالقصور الذاتي، ونظام من نوع سيجام NGDS الفرنسي للدفاع الجوي على كل جهة. وتوجد حظيرة في الخلف يمكن أن تحمل أو تتسع لهليكوبتر من نوع سوبر لينكس MK-130 مخصصة للبحث والإنقاذ CSAR، أو طائرة مخصصة للحرب المضادة للغواصة، وتبلغ قيمة الفرقاطة الجزائرية ميكو A200 حوالي 400 مليون دولار أمريكي، وذلك بالتجهيز القياسي ودون تسليح. كما تبلغ قيمة المروحية سوبر ليني حوالي 35 دولار أمريكي بالتجهيز القياسي ودون تسليح. الأبعاد الكاملة للفرقاطة: الطول 121 مترا، العرض 16.34 مترا، الغاطس 5.95 مترا، الإزاحة 5903 طنا،
الحمولة الكاملة 7,003 طنا. الدفع يتم الدفع بمحركين كومبين ديزل غاز ومحرك كهربائي وهيدروجين. القوة 9,407 حصانا. السرعة 28 عقدة بحرية. المدى 8,000 ميل بحري مع استقلالية 28 يوما. الطاقم 152. إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك، اترك لنا تعليقا واشترك في القناة واضغط على زر الإعجاب، وشكرا لكم للمشاهدة.